مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم تابعينا بحلقة جديدة من برنامج كل صحة. غدا 29 من أكتوبر يحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية من الجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية. فما هي أعراضها؟ ما هي سبل الوقاية؟ وما هي العلاجات؟ حول هذا الموضوع معنا بالأستوديو دكتور أمين حسن، أخصائي أمراض القلب والقسطرة في مستشفى ابنة سيون. وقبل ما نبدأ بموضوعنا رح نتطرق لآخر المعطيات الإيجابية حول الكورونا، فالانخفاض في عدد المصابين الجدد والنشيطين مستمر. ووفقا لمعطيات وزارة الصحة التي نشرت صباح اليوم الأربعاء، فتم أمس تشخيص 844 مصاب بالكورونا بعد أن شهدنا في الشهر الأخير آلاف الحالات. هذا الانخفاض نراه أيضا في أقسام الكورونا في المستشفيات، ونتمنى بأن يستمر هذا الانخفاض بمساعدة الجمهور بالتزامه توصيات وزارة الصحة. أما الآن خلينا نرحب بضيفنا دكتور أمين. دكتور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلاً. طبعا دكتور، إحنا اليوم مخصصين الحلقة لكل ما يتعلق بالسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية اللي هو أكثر بالعامة، بما أنه كمان غدا الأربعاء الخميس بيكون اليوم العالمي للتوعية من الجلطة الدماغية. وطبعا إحنا حسب طبعا ما قيل في هذا الأسبوع أنه بالفترة الأخيرة 50% من الأشخاص مش عم بتوجهوا بسبب الكورونا لا للعيادات ولا للمستشفيات، وهنا طبعا في خطورة لأنه إحنا عم نحكي على السكتة الدماغية اللي طبعا رح نشرح عليها بالتوسع خلال الحلقة، ونشوف أهمية التوجه للمستشفى وخاصة بفترة الكورونا لأنه في كتير مخاوف، وزي ما قلنا في أشخاص بتوجهش للمستشفى أو للتشخيص. فبداية دكتور، إذا بدنا نعرف عن الجلطة الدماغية، ما هي الجلطة الدماغية؟ طلع يعني في عمليا مشترك كبير بين القلب وبين الدماغ. التنين بياخذوا فين اوعيه دمويه، التنين مهم لهم ياخذوا دم كل الوقت بدون توقف. المخ بياخذ حوالي 20% من كميه الدم اللي تضخ بكل لحظه، فمهم كثير انه ما ينقطع هذا التيار من الدم. اي توقف في تيار الدم للمخ بسبب لتلف وموت للملايين الخلايا في المخ، وبعمل اللي بنسميه احنا الجلطة الدماغية. فقسم من المخ بطل يشتغل، اذا القسم هذا مسؤول عن حركة بالايد، الايد بطل تشتغل، اذا مسؤول عن الكلام ببطل الواحد يتكلم، وهلو مجرة طبعا. المشكلة بالمخ انه المخ ما بقدر يجدد حاله، يعني الواحد اذا بنجرح بالجلد بعد فترة بصير بتجدد الجلد وبرجع كل شيء 100%. اما بالمخ فش بتجددش، فاي عطب فيه هو عطب بضل مستمر كل الحياة. فمهم كتير انه نفهم شو عم بيصير بالمخ، شو عم بيصير بالجلطات، كيف شو المسببات وكيف نمنعها. طبعا اكيد السؤال هنا دكتور، هل كل سكتة دماغية او جلطة دماغية هي بتأدي لضرر لمدى الحياة، ولا في هنالك كمان انواع من السكتات الدماغية اللي ممكن تسبب لضرر مؤقت يعني او لفترة زمنية، وطبعا مع تأهيل وعلاج مناسب ممكن الواحد يرجع لحياته الطبيعية، او اذا الواحد وصل بالوقت المناسب ممكن يتفادى هذا الضرر من اصله؟ طبعا لما بالبداية حكيت انه في تشابه مع القلب. القلب او اطباء القلب عمليا سبقوا اطباء الاعصاب بسنوات كبيرة بالنسبة للتوجه للتيار الدم اللي لازم يتوجه لا يكون للجسم أو لمحلات معينة للجسم. فالمريض القلب لما يسكر عنده الشريان بصير عنده جلطة قلبية، لكن قبل تسكير الشريان في كتير مراحل لتضيق الشريان أو تسكير عابر، وهذا اللي بتسمى بالذبحة الصدرية. الذبحة الصدرية ما بنترك المريض تنو يعمل الجلطة بالقلب، فاحنا بنتدخل هون، بنعمل تشخيص، بنعمل قسطره، بنفتح الشرايين، بنغير نظام الحياه، وبنعطي ادويه. بالمخ كمان في انه اللي بسموه TIA ترانزيت اسكيميك اتاك، اللي هو الجلطه العابري. البني ادم بحس اعراض معينه من الجلطه اللي بتعبر بعد دقائق او ساعات او حتى مرات يوم كامل. هدول البني ادمين هن عمليا اعطونا ضوء احمر، مش ضوء اصفر، ضوء احمر انه هن معرضين يعملوا الجلطه والسكته الدماغيه والفالج اللي احنا بنعرفه بالعاميه. فهدول المرضى عمليا عندهم خطر 10 مرات، يعني
1000% من انه يعملوا الجلطه الدماغيه خلال فتره معينه اسابيع او ايامات حتى او اشهر. السؤال هنا دكتور يعني حضرتك تفضلت وقلت انه ممكن الواحد يكون عنده علامات معينه ولكن الاشي يكون عابر، السؤال هل هاي الخثره اللي بتكون خثره الدم اللي ممكن تسبب لانسداد او لنوع من السكته الدماغيه ولكن كانت عابره، هل يعني هي بتستمر بمجرى الدم وبترجع كمان مره اللي ممكن تعمل جلطه اللي هي اكثر قويه وفيها ضرر؟ لا مشان نفهم الاشي بدنا نعرف شو هن الجلطات او هو كيف بتصير الجلطه الدماغيه. عندنا 90% من الحالات اللي بسميه اسكيميك، اسكيميك الدم بنقطع عن المحلات المعينة، وبهاي الحالات بنقطع بسببين. سبب واحد ممكن نتيجة تخثر دم من خارج المخ من الشرايين الكبيرة أو من القلب ويطلع بشكل مفاجئ ويسكر شريان. انقطاع الدم هون بيعمل تلف بالمخ أو ممكن يكون تضيقات بشرايين المخ نفسها اللي مع الوقت تزيد يصير حالة معينة يصير فيها جرح بمحلات معينة بهاي التضيقات ومنها بصير تخثر دم محلي أو تخثر دم اللي بالمحل وبروح لشريان أصغر من الشريان اللي تكون فيه هاي الجلطة وبتعمل الجلطة الدماغية. بس عبين ما يصير هذا الإشي عمليا تعبر عدة مراحل، واحدة منها اللي احنا حكينا TIA، ومش كل بني آدم عنده TIA، كتير ناس عندهم بداية دوري أول يعني اول صوره من صور المشكله الدماغيه هو الفالج فبحس الواحد دغري عنده مشكله معينه، فمن هيك لازم نعرف هذا الاشي. في عندنا كمان 10% من الحالات اللي بصير نزيف، والنزيف قد يكون هذا اقل طبعا، قد يكون ناتج عن ضغط دم فجاه مفاجئ عالي كتير كتير او مشاكل في شرايين المخ من البدايه، يعني بسموه ايفي مالفورميشن وعده شالات معينه او انوريزما بتفتح وبتتمزع وبتعمل نزيف داخلي، او مرات هواي ضربه قويه على المخ ممكن تعمل نزيف بداخله سواء خارج المخ او داخل المخ. اما الغالبية الكبرى هي ناتجة عن نشاف بشرايين الراس او اللي هي النقطة اللي بتطلع من محلات تانية بالقلب، هاي رح نوسع الحديث عليها لانها مهمة كتير وممكن احنا نتفادى هذا الاشي. فكمان المهم انه نعرف اعراض الجلطة. كتير مرات احنا ما بنحس باشياء معينة بنفكر انه هذا الاشي عابر. مش كل اشي عابر يعني ملوش اهمية. الأشياء العابرة والجلطة هن تقريبا زي بعض، بس واحدة أصعب من الثانية. فإذا البني آدم بحس تنميل فجأة بإيده أو بإجره، تنميل حوالين التم أو ضعف معين بأنه يفتح تمه زي ما لازم، مرات بيكون ريكو بيطلع من تمه لأنه بسكرش بني آدم تمه زي يعني ما لازم، يعني بيكون عنده زي نوع من الرخاوي بالضبط رخاوي في هذا، أو بيكون مثل إعوجاج بمنظر التم أو العين بتسكرش زي ما لازم، أو ضعف معين بإيد أو بإجر، او مرات بيكون نوع من اللي بنسميه بالبول او المحل الواحد بيكون عنده بلبله معينه بيعرف شو عم بيصير معاه فجاه او بنسى اشياء معينه او مرات اللي بحس انه النظر تبعه ما كانش زي ما لازم. كل هالاعراض هي بتوجهنا انه نفكر انه في عند هذا اي شيء. مرات الاعراض هي اكثر شوي صغيره، احنا بنفكر كمان انه في ولا شيء، واحد بيكون ماشي حامل سله وقعت السله من ايده، احنا بنروح نركض نساعده يرفع السله، لا لازم نفكر شو فيه. هالاشياء ليش انا بحكيها؟ لانه هون بهاي الحاله في خطر انه بني ادم خلال دقائق او ساعات حتى يصير عنده الجلطه الدماغيه الكامله ويصير عنده الفالج. وهون السباق لإنقاذ المخ مهم كتير زي السباق لإنقاذ القلب. لازم بسرعة نعمل تشخيص وبسرعة نفتح هاي الشرايين، وممكن نحكي على هذا الموضوع بالمستقبل. أكيد. السؤال هنا دكتور يعني مثلا التنميل بالإيد أو بالإجر، هاي كمان يعني هي يعني ظاهرة اللي كتير وردي وشائعة لأمور تانية، هون بدناش إحنا بتعرف كمان نعمل بلبل. السؤال هون إذا الواحد شعر بتنميل أكثر من مرة يعني باقي الأعراض أوكي منشوف ممكن إنه عن جد مش إشي شائع، ولكن التنميل أي حدا ممكن يشعر فيها، فكيف ممكن الواحد يميز لا إنه هذا الإشي مش إشي عادي ولكن هون في ضوء أحمر؟ طلع الشخص العادي يعني كتير مرات صعب يميز، بس مهم كتير كتير يتوجه للدكتور. الدكتور لما بيشوفه وبسمع منه القصة كلياتها فبقدر يوجهه لأي اتجاه. يعني بني آدم اللي عنده أوجاع مستديمة ودائمة في الرقبة وبصير عنده تنميل بإيد أو بإيدتين يعني بحالات معينة يعني بدنا نعرف انه هذا المشكلة على الاغلب من يعني من الرقبة واللي بتشلخ للايدين نسميها. اما بني ادم اللي عنده مثلا سكري ضغط دم مدخن دهنيات ناصح بيشتغلش بشرب الكهول وعنده هاي الاعراض
فبدنا نفكر أكثر بالدماغ وبالنسبة للجلطة. بما أنه ذكرنا هاي الأمور دكتور، بدنا نيجي للمسببات للجلطات الدماغية، وهل المسببات نفسها لكل الأنواع ولا كل نوع له مسبب آخر؟ لا، الجلطة الدماغية زي ما حكينا 90% من الحالات هي ناتجة عن تجلطات في الشرايين، سواء كانت في القلب أو بريت أو بالمخ أو بريت المخ أو بنسميه التسحيف اللي هي نقطة دم بتطلع من من الشسوف. فالأسباب هي بغالبتها مشابهة للأسباب تبعت القلب. السمنة، الكوليسترول، الضغط الدم العالي، الدهنيات، وكلة الحركة. يعني كل شيء ممكن يعمل انسداد بالشرايين للقلب، ونفس المسببات كمان لانسداد أشياء اللي بتعمل تصلب شرايين هي نفسها بتعمل تصلب شرايين بالقلب، تصلب شرايين بالإجرين، تصلب شرايين كمان في المخ كلها. زيادة عليها الاضطراب في دقات القلب. الاضطراب في دقات القلب اللي المسميه البيربور بروسدوريم أو أترا فيبريليشن، هاي حالات معينة اللي بني آدم بحس فيها في نبضات غير منتظمة في القلب. هاي بتعمل كأنه القسم من القلب الأذينين هن ما بتحركوا، فبصير الدم يتخثر في داخلهن. لما يرجع النبض عادي فهاي كلها تتضخ للجسم، قسم منها قسم كبير لأنه فينا 20% بيصل للمخ، ف20% إمكانية يصل الكريشيم هدول للمخ، ساعتها يسكر الشريان. هدول مهم إنه نعرف وين هني يعني ومين هني، فكيف نقدر نمنع هذا الشيء. أكيد السؤال هو إلا بيعاني من هاي المشكلة دكتور، الارتجاف أو عدم انتظام بنبضات القلب، هو هاي إشي وراثي أو هي حالة بتكون مشخصة من قبل؟ يعني الشخص بيكون عارف إنه بيعاني من هذا الإشي، ولا في أشخاص بتكون عايشة وبتعرفش إنها بتعاني من هاي المشكلة؟ بالنسبة للارتجاف في دقات القلب أغلبية الحالات لا، فيش وراثي، في بعض الوراثي عند ناس قليلين جدا يعني عمليا. مسببات تبعتها أو إنه بيكون مشكلة في الكهرباء في داخل القلب حالات معينة، أو في حالات معينة أخرى وغالبيتها هو بسبب مشاكل في الصمامات والأذينين بيبدو يكبروا وإمكانية يصير الارتجاج هذا. أكيد دكتور، إذا بدنا نجي طبعا نقسم لفئات، يعني من هي الفئة الأكثر عرضة لجلطات الدماغية، هي نساء أم رجال؟ وإذا بدنا نجي نقارن بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، شو من ناحية النسب مين أكثر؟ إجمالا الجلطة الدماغية هي عند جيل 60 وفوق بالغالبية الكبرى تبعتها، يعني حوالي 90% بجيل كبير، مع أنه مرات نشوف بجيل أصغر. الزلام أو الذكر عنده إمكانية أكثر، يعني حوالي 45% من النساء، وممكن زي ما حكينا تكون بأي جيل. مع السن البني آدم بده يعمل مشاكل أكثر من ناحية الشرايين، ومن ناحية ارتجاع الخربشة في نبضات القلب مع السن بتصير تكبر. يعني بجيل تحت 60 حوالي 1% من الناس عندنا الارتجاج، بجيل 80 وفوق حوالي 10% عندنا هذا الاشي. وكتير مرات منلاقيش الأسباب، يعني بصير الخربشة هاي ومنقدر نشوفها، البني آدم بحس بدقات غير منتظمة ومنشوف هذا الاشي بدون ما يكون عنده مشكلة معينة بالصمامات أو بالقلب نفسه. فالجيل نفسه بيعمل هذا الاشي. وبالنسبة للمجتمع العربي واليهودي هل في اختلاف؟ بالنسبة للمجتمع العربي اذا بنطلع احنا على النوع معين اللي من المشاكل الجلطة الدماغية اللي هي بسبب تصلب شرايين الدماغ، والسبب تبعها الرئيسي زي ما حكينا الدخان والسمنة والنصاحة والسكري والدهنات وهذا الاشي، عند العرب هاي شائعة أكثر من المنطقة اليهودية. مدخنين عنا عمليا مرتين أكثر من المجتمع اليهودي، عدم الانتظام الرياضة كمان مرتين أكثر من المجتمع اليهودي، الدهنيات عنا أكثر من المجتمع اليهودي، والأهم من الكل توجه المريض العربي أقل من المريض اليهودي، أو هو كمسوم بسموه المدعوت للبريوت، هو مش معروف، فش عنده وعي كفاية. يعني بفكر فينا اليوم بإسرائيل في وعي كبير لهذا الشيء، ولكن في قلة خواص بتوجهوش، بصلوش زي ما لازم، والمثابرة على زيارة الدكتور ويعمل الواحد لفحوصات أقل بكتير من المجتمع اليهودي. فعمليا احنا نشوف تقريبا شيوعة المشاكل بالقلب وبالدماغ مرتين عند العرب أكثر من اليهود. والسؤال كمان من ناحية الجيل هون دكتور، لأنه احنا مثلا بنعرف أنه كمان من ناحية أمراض القلب حتى عندنا بالمجتمع العربي
العربي في اختلاف من ناحية الأعمار، يعني إذا عند المجتمع اليهودي بجيل أكبر عنا بجيل أصغر. إحنا بنعرف كمان الأمراض المزمنة بتبدأ عنا بجيل 30-40 مثل السكر السمني، والتدخين بيبدأ من جيل بكتير أصغر. فالسؤال هل كمان بالجلطات الدماغية بنشوف إنه الأعمار عنا أصغر من 60 وفوق؟ بدون شك انه الاشي زي ما احنا حكينا، مدام مسببات هيك بيشتغل اما كمان المرض بيشتغل هيك. احنا كمان بنشوف جلطات القلب عمليا عند العرب اكثر من عند اليهود، وبجيل اصغر من اليهود. مزبوط. اكيد. اسا دكتور، بالنسبه للتدخين، يعني شو تاثير التدخين على الاوعيه الدمويه؟ احنا عم نشوف مثلا جلطه او مشاكل في القلب، يعني شو ممكن يسبب؟ احنا بنعرف انه اذا كان في دهنيات او كوليسترول بالشرايين اوكي ممكن يسبب لانسداد او لتقلص، ولكن التدخين كيف بيأثر على هاي الأوعية الدموية والشرايين؟ واحد من المسببات الرئيسية لتصلب الشرايين سواء كانت في القلب أو في المخ هو الدخان. يعني واحد من الأربعة أو الخمسة المهمات، واحد من الدخان. واحد منهم بس. شو تأثيره؟ إذا بدنا نخوض، ما هو كمان بيعمل عمليا تصلب شرايين، وبيبدأ يعمل بسموه أثيروسكليروزيس، الشريان بيبدأ يصغر أكثر يتضيق. بيبدأ يتضيق. إذا بيكون هذا الإشي كمان معاه سكري، فعمليا المدخن عنده كتير مرات لما الناس مثلا بيحكوا جملة كتير بسمعها، طب هذا ما عندوش ولا أيده بدخن الشيلشيلة وهي عنده صار. مزبوط. ولكن هو واحد على 50 نسبته من عند المدخنين. أكيد. دكتور أمين حسن، بدنا نطلع فصل إعلاني ورح نكمل حول كل ما يتعلق بالسكتة الدماغية. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع، انتظرونا. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم مجددا، ومكملين حديثنا مع دكتور امين حسن اخصائي امراض القلب والقسطره في مستشفى ابن تسيون. طبعا دكتور، كنا عم نحكي، حكينا على الاشارات او العلامات الحمراء للشخص انه يعرف انه في عنده إشي مش مزبوط ويتوجه طبعا للعلاج، حكينا على المسببات للسكته الدماغيه، وطبعا قسمنا كم نوع سكته دماغيه موجود، وحكينا طبعا من ناحيه فئات من اكثر عرضه، نساء ام رجال، وطبعا مقارنة بالمجتمع اليهودي. السؤال هنا، في عندكم معطيات أخرى من ناحية قديش في أشخاص يصابوا بالجلطة الدماغية بإسرائيل، وقديش منهم طبعا بيطلعوا مع ضرر اللي هو لمدى الحياة؟ طبعا الجلطات الدماغية كل ما بنتج عنها هي السبب الثالث عالميا، وبإسرائيل، إسرائيل زي المجتمع الغربي، السبب الثالث للوفيات. يعني إشي رهيب، إحنا بنحكي على السرطان، على القلب، على الجلطات الدماغية. مش بس هيك، الأرقام كمان كبيرة. عندنا بإسرائيل تقريبا في السنوات الأخيرة 18,000 حالة شو اسمه، يعني مصاب بالجلطة الدماغية كل سنة. وقسم عدد كبير، يعني قسم كبير منهن هن يصير عندهن إعاقة، سواء يعني عابرة أو زمنية أو قليلة أو كبيرة. هدول الإعاقات عمليا بشكله ثقل كبير، عبء كبير على المجتمع تبعنا. أول إشي إحنا بنخسر بعض الناس، يعني سواء كان دكتور أو معلم أو عامل أو كذا، هدول نزلوا من المجتمع. تأهيل تبعهن بكلف كتير مصاري. الإعاقة هاي أو النخوت بتكلف إنه الواحد يعطيه معاشات. إحنا بنحكي على تقريبا على مئات الملايين الشكاليين كل سنة، اللي هي لعلاج أو لتأهيل المرضى المعاقين من هذا المرض. الإشي نوعا ما يعني بيعطينا باركة أمل إنه حوالي 40% من هاي الحالات بيصلوا على المستشفى اليوم بإسرائيل بسبب إنه صرنا نحكي عن الموضوع بعد بكير، إنه نقدر نعالجهن ونمنع التدهور تبعهن. في لكن عقباله حوالي 2000 حالة بيصلوا بحالة اللي هي نهائية، بيكون صار عنده شلل كامل وما بنقدر نساعده. فمهم كتير انه التوعية، كيف نقدر نصل لهدول المرضى بالفترة هاي القصيرة. الوقت مهم كتير. هن يصلوا لكم دكتور اهم طبعا. انتوا رايحين تعالجوهن بكل الاحوال، ولكن هن لازم يصلوا طبعا. يعني من هيك اليوم نطلع بالتلفزيون بالصحافة بكل المحلات بيشددوا على الصور
اللي بتخليك تشك بانه المريض عنده مشكله بالدماغيه، وبهاي الحالات دغري على المحل، انت ما تساعده دغري على المحل، بدك تنادي الامبولانس مشان يوصل على المستشفى، لانه الوقت كتير 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 مهم كيف نقدر نساعده، وراح نحكي شوي زيري بالنسبه للعلاج هذول. اما المهم كتير انه الواحد يصل بكير على المستشفى مشان يتعالج. اكيد. سؤال هنا دكتور بالنسبه لسله التاهيل او التاهيل تبعت الشخص اللي طبعا طلع مع ضرر كتير كبير او ضرر، يعني اذا كان شلل كامل او شلل نصف، طبعا في هناك زي ما قلنا اشهر ويمكن سنين من التاهيل، هل هذا الاشي طبعا داخل بسله الخدمات الصحيه ولا هو الاشي بيكون على حسابه الخاص؟ لا او طبعا. في مساعدات ولا حسب قديش يعني معطينه من ناحيه نسبه اعاقه؟ لا طبعا في اسرائيل فيش مشكله، هذا كله داخل في قانون التامين الوطني والدوله بتكون بكل هذا الاباء. فكمان مهم لنا نحن مش بس نطلع على الناحيه الماديه، نطلع على الناحيه الشخصيه. بني ادم اللي بصير عنده شلل نصفي او شلل جزئي او كذا، او مشكله في كيف يعيش حياته الطبيعيه، هذا هو مشكله قويه للمجتمع كله طبعا. اكيد. ويمكن دكتور عندكم بمستشفى بنات سيون هو المركز التاهيل الوحيد اللي بالشمال اذا انا مش غلطانه، من صفاد للخديره اذا انا غلطانه، صحيحنا اللي بيجوا كلهم بيعملوا فيه تاهيل طبعا. معلوماتك 100% اكيد. وبرجع وبقول انه افضل الواحد قنطاء درهم وقاي خير من قنطرة علاج، يعني الواحد يحاول قبل ما انه الواحد يصل لهي الدرجات. مهما تحاولي تعمل انت تاهيل للمريض اللي صار عنده شلل، انت بترجعيه جزئيا لحياته الطبيعيه. اها. طبعا هنا دكتور احنا عم نحكي على العامل الزمني قديش له اهميه، وبدنا نرجع طبعا بما انه احنا اسا بفتره الكورونا، فللاسف زي ما قلت كمان حسب طبعا شون قال عن مراقب الدولة حسب المعطيات انه في هناك انخفاض 50% من التوجه للعيادات والتوجه للمستشفيات بشكل فيزي، يعني او بيرفعوا تليفون او بيسألوا، بس في كتير خوف من انه يروحوا على مستشفى او عيادة ويمرضوا بالكورونا. وهون عم نحكي على اشي كتير مهم، واحنا بنعرف انه في كتير اشخاص او حالتهم الصحية تدهورت، او في اشخاص كانوا حتى بخطر حياة عشان ما توجهوش للمستشفى. هون عم نحكي على العامل الزمني اللي هو كتير مهم، فإذا بدنا نركز على هاي النقطة، وخاصة إحنا بنعرف كمان بمجتمعنا، يعني بحلقات سابقة عملتها إذا كمان كان على جلطات دماغية أو على جلطات قلب أو غيره، بنعرف إنه بمجتمعنا في كتير لليوم إذا حسوا بأوجاع أو حسوا بإشي مش مزبوط بقعدوا يومين وثلاثة بالبيت، وللأسف بيوصلوا بوضع كتير صعب، أو في منهم هن بيسوقوا بيروحوا أو ما حدا من العيلة بسيارة خاصة وبتصلوش بالإسعاف. فقديه هنا مهم انه هن دغري يتوجهوا للمستشفى وكمان يجوا مع اسعاف، مش يجوا بسياره خاصه او هن لحالهم يروحوا. اكيد. احنا في كلمه بالعبراني بنحكيها هي حالون هزدمنوط. أه. هذا الشباك او هاي الفتره مهمه، هاي كريتيكال بكل شيء. يعني اليوم شو زي بنبعد عن الدماغ كطبيب بالقسطره، اليوم كل مريض بيصير عنده جلطة في القلب هو القلب عنده بضعف، بعد ما يضعف القلب فيش إمكانية إحنا نساعده، فبيبدأ عنده بسموه إحنا نحكي عضلة القلب. على عضلة القلب، وبيبدأ عنده ضيق النفس وهالمجرة، وبصل لحديت إنه يصير عنده زرع قلب وكل الأشياء هاي، كل المشاكل هاي. فاليوم إذا أنت بتمنع الجلطة تصير وتخرب عضلة القلب، أنت عملية أنقذت البني آدم. يعني أنا كل يوم حتى الليلة يمكن جاي وزير تعبان لأنه ندون الساعة 12 بالليل المستشفى مشان أعمل قسطرة سريعة. فكتير حالات انت بتعمل قسطرات لشرايين رئيسية مسكرة، وخلال نص ساعة زمان انت بتفتح الشريان هذا برجع بني آدم طبيعي. في شرايين وتسكيرات حنسميها ويدو ميكرز، يعني صانع الأرامل بدون أدنى شك. أنا بذكر قبل 30 سنة كانت هاي المرضى كلها تتعب ووضعهم يكون سيء للغاية. اليوم احنا منشفش هاي الحالات الصعبة بسبب يعني التقدم تبعنا بأنه نقدر نعمل علاج سريع. فحتى اليوم حسب القانون لازم كل مستشفى يكون عنده طاقم 24 ساعة مؤهل أنه يفتح الشريان خلال 90 دقيقة من وصوله للمستشفى. أي هذا مداد إخوت، يعني اي مستشفى ما بمرق هذا الشيء، ومداد الاخوت هذا موجود في المستشفيات اليوم باسرائيل فوق 90%. يعني الغالبيه الكبرى هي تتعالج بهذه الطريقه. نفس الشيء بالنسبه للدماغ، الدماغ لما بسكر الشريان واللي هو 90% تسكير بسبب جلطه معينه تخثر بالدم،
او تضيق في الشرايين، احنا معنا حوالي 3 4 ساعات نعطيه دواء معين اللي هو بذيب الجلطه اللي هو تي بي اي بقيم التخثر هذا. بعد هاي الفتره ممكن واحد يتدخل بالقسطره السريعه، واليوم عده مراكز في اسرائيل صار فيها قسطره دماغيه وبنفتح الشريان. يعني اليوم لما كنا نطلع على المريض كيف يصير عنده جلطه في الدماغ شوي شوي يصير عنده شلل نصفي ومعاق بشكل كامل، اليوم عم نشوف مرضى معينين كيف بفوتوا بهي الحالة بعد نص ساعة زمان بس يفتحوا الشرايين حركته بترجع وإجريه بترجع تتحرك وإجريته ترجع تتحرك، يعني بالضبط زي ما احنا بنشوف بالقلب. فالعامل الزمني مهم كتير كتير، وصول المستشفى بأسرع وقت ممكن مهم كتير كتير. يعني لما إجر بني آدم وبلش يحس زي ما حكينا بتلعثم معين بالحكي أو بضعف بإيد أو بإجر بكذا، مش لازم نستنى عليه للصبح بركي هاي الشغلة تروح، لا هاي الشغلة احنا لازم نفهمها انه هاي اشارات حمراء معنى دقائق او فترة قصيرة ان نصل على المستشفى باسرع ما يمكن. شو اللي صار بالكورونا ونفس الشيء بالنسبة للدماغ وبالنسبة للقلب، احنا عم نشوف يمكن بسبب الخوف من دخول المستشفى، يمكن بسبب الخوف بشكل عام او توجه للدكتور كمان اقل من محلات تانية، او انه اذا بده يروح على المستشفى او بدهن ياخذوه في امبولانس بدهن ياخذوه، بتعرف كيف لما بيجي ياخذوا مريض من المستشفى من البيت تعبان بلبسوا البدلات وكذا وبدناش نزعج الجيران وبدناش كذا. في حقائق واضحه، 50% من حالات الجلطة الدماغية عم بتأخروا بسبب الكورونا، فترة الكورونا بنفس المحلات اللي احنا كنا من زمان نتوجهها. يعني عم بتشوفوا ضرر أكبر هون دكتور. في إن حوالي 40% اليوم زيادة بإسرائيل للإنعاش خارج المستشفى. هدول المرضى زي ما حكينا الويدو ميكرز، هدول المرضى عم بصير عندهم عمليا بموتوا بريت المستشفى للأسف، وبتعمل 40% زيادة إنعاش خارج المستشفى. يعني زي الدماغ، مشكلة الدماغ. طبعا دكتور أمين، يعني احنا بنعرف انه اذا الواحد بحال كان عنده جلطة قلبية او نوبة قلبية او مشاكل في القلب، اذا طبعا راح على المستشفى بالإسعاف، في عندك كمان هناك كل المعدات اللي ممكن الواحد يعمل اذا كان إنعاش او غيره، يعني يعطوا كل هاي المستشفى مساعدات بقلب الإسعاف نفسه قبل ما يوصل المستشفى، طبعا بيكونوا باتصال معكم. السؤال كمان، هل بالجلطات الدماغية في هناك معدات خاصة بتكون بقلب الإسعاف ولا بعد هذا الإشي السهل؟ لا، هاي شوي صغيرة بالنسبة للدماغ، أقل منها بالنسبة للقلب. القلب عمل اضطرابات معينة بالنبض اللي قد تكون قتالي، يعني قتالي عن محل خلال دقائق. هذا الإشي مش عم بيصير بالرأس، أما بالرأس من جهة تانية الأمور المخفية هاي اللي بتخلينا نطلع عليه كأقل. يعني منميزه بشكل سلبي، لا بصير أشياء معينة، بصير تغييرات زي ما احنا حكينا، كل دقيقة عشرات الملايين من الخلايا بتموت والخلايا مش عارف ترجع. يمكن بالوقت الحاضر ما نشوفش انها تأثيراتها، بس بعد أشهر نشوف انه بتتأثر بالديمنسيا، البني آدم بصير زي كأنه بخرفن شوي، بصير تفكيره أقل، بصير حركته أقل، حكيه أقل، يمكن كمان تغير بالشخصية لأنه أكيد الإشي بالضبط. هالأشياء مهمة، من هيك اليوم أسرع ما يمكن يجب التوجه للعلاج. السؤال هنا دكتور، لما تعال نقول بيجي شخص عم بيعاني من كل هاي الأعراض اللي ذكرناها، أو اللي ممكن تعطي ضوء أحمر للشخص إنه في عنده إشي مش مزبوط، وطبعا توجه للمستشفى. السؤال هنا دكتور، بحالة توجه للمستشفى وعم بيعاني من هاي الأعراض، كيف بتم تشخيصه؟ شو هي الفحوصات اللي بتعملوها عشان تتأكدوا إنه عم نحكي على جلطة دماغية ومش على إشي تاني؟ يعني فحص بسيط لدكتور مختص بالأعصاب بيقدر يعرف حتى من الحكي تبع المريض، من كيف شو بحكي لك، من الأعراض اللي بحكيها بتقدر أنت تعرف. يعني فحص سريري ممكن يأكد، فحص سريري على المحل بتقدر تعرف هذا الشيء. الفحص تبع المريض نفسه بالنسبة للحركة تبعته، يعني بتوجه الدكتور بسهولة أنه يعمل تشخيص. يعني تشخيص الجلطة الدماغية أو الاستعداد لإلها هين بالفحص السريري. بعد هذا المرحلة بنشوف أي مرحلة المريض موجود، هل المرحلة بكير ولا متأخر. كمان هي حسب الفحص السريري CT. يعني بعدين الفحوصات الثانية، فحص السي تي، فحص الام ار اي، كل الأشياء بتحدد لنا وين احنا موجودين. بعدين بقرر الدكتور إذا هو موجود في شباك العلاج السريع للدواء زي التي بي اي اللي هو بذيب
لجلطة أو إنه في لزوم نعمل له قسطرة سريعة. اليوم أغلب المراكز اللي فيهن ستروك يونيت زي كيف عند بالقلب اللي فيه وحدات معينة مخصصة كيف تعالج هدول المرضى بيقدروا يعملوا عندهن القسطرة السريعة والعلاج السريع على المحل. طبعا هنا احنا يعني دكتور عم نحكي يعني رح نحكي طبعا بدنا نطلع فاصل وبعد الفاصل رح نحكي على العلاجات الموجودة اليوم لانه القسطرة هي فاتت بالسنوات الاخيرة عنا باسرائيل. قبل اغلب العلاج كان هو يعني عن طريق الادوية. القسطرة يعني عمليا مرض دكاترة الاعصاب عم بقلدوا دكاترة القلب وهذا الاشي اكتر افكر البوش اجا من دكاترة القلب اللي يكون اكتر واحد حضرني انفيزيف لازم يتدخل بسرعة بسرعة لانه في اشياء لازم الواحد يفتحها بسرعة. اللي مسكر لازم نفتحه على المحل ما نستناش للأعراض تتصير تتلف الجسم وبعدين نبدأ نفوت من هيك. كمان بالستروك يونتس اللي عم بيصير بعدة محلات في المستشفيات في إمكانية تقديم القسطرة الدماغية خلال ساعات بسيطة. الشباك أطول من عنا، إحنا عنا 90 دقيقة عند النيورولوجيست بيصل حتى 6 ساعات أو 12 ساعة مشان يعني الواحد يدخل أكتر وقت يعني أكتر وقت. إنه يكون تحت رقابة تعن قرب يعطوه دواء يشوفوا إذا كان بتدوب هاي الخثرة إذا لا بيعمل ايوه 100% 100% يعني تحت المراقبة بيكون بالمستشفى. بس بغالبية الحالات بالاخر بيعملوا قسطرة لانه في كان مشاكل تانية في الشرايين الرئيسية اللي بتطلع من الرقبة للاداء او في شرايين الدماغ نفسها غير التخثر كمان تضيقات اللي ممكن واحد يساعده فيها. اكيد بدنا نحكي كمان على علاج النزيف لانه ذكرناه. دكتور امين بدنا نطلع كمان فاصل وبنرجع مشاهدينا في فاصل اخر، انتظرونا. دكتور أمين طبعا إسا بالفقرة الأخيرة بدنا نركز على العلاجات للجلطة الدماغية. زي ما قلنا يعني سابقا أكثر كان الاستعمال هو عن طريق الدواء، والسنوات الأخيرة طبعا عنا بإسرائيل في هنالك القسطرة الدماغية اللي هي عن جد أجت وأنقذت كتير أشخاص من شلل كلي أو من شلل نصفي. فكم سنة صار لنا بالقسطرة الدماغية وشو الفرق ولمين ممكن الواحد يساعده دواء ومين بحاجة لقسطرة حسب شو؟ طبعا زي ما حكينا الشبه اللي زي ما كنا بنحكي دائما على القلب الشبه مع القلب القلب الشباك الهزدانوت بنسميه قصير كتير عن 90 دقيقه اما بالنسبه للمخ الشباك اطول شويه ساعات عده ساعات. اذا المريض اجى بكير كفايه اقل من 3 ساعات فعمليا اذابه الجلطه بالدواء هي وارده بالحسبان والنتيجه تبعتها منيحه. إذا أجى بوقت اذا بوقت قصير 3 ساعات وممكن حتى 4 ساعات ونص ببعض الحالات. إذا إجا بعد هاي الفترة فإمكانية العلاج عن طريق الدواء هذا الأولي هي أقل فبروحوا للقسطرة العلاجية. القسطرة العلاجية لها يعني أهميتين، أهمية إنه بيعرف شو عم بيصير هو بصور الشرايين وبيعرف وين في تسديدات وفي بأي محل وشو كبرها وإيش ممكن يساوي فيها الواحد، وبنفس الوقت بقدر يعمل امتصاص أو شئفاء للكريش دم اللي موجود هناك وبفتح الشريان على المحل. ومش بس هيك، إذا الشريان ما فتحش كفاية وبعد في عندك التضيق بسبب تصلب الشرايين ممكن يفتح عن طريق البالون ويحط ستنت داعم زي ما احنا بنعمل بشرايين القلب. الاشي كتير مشابه لهي الشغلة والنتيجة على المحل بشوفها حركة أو وظيفة المخ بتصير أحسن. إذا بن آدم يكون عنده حركة الإيد أقل بترجع حركة الإيد زي ما لازم. وطبعا بالقسطرة كمان إحنا بنروح مش بس لشرايين الدماغ، في ممكن واحد يفحص شرايين اللي بريت الدماغ الكاروتيدز اللي بيطلعوا من الرقبة وبيعطوا دم لشرايين الدماغ. وليش يعني هون دكتور يعني هاي الشرايين ممكن تبعت خثرات من الدم اللي تعمل انسداد؟ يعني شو بالضبط ممكن تعمل انسداد والدم ما يصلش كفاية للمخ؟ في حمرات تصير الشريان كله بيسكر مش بس بيكون تضيق، ومنه زي ما احنا حكينا بصير ممكن مرات تخثر على هاي الانسدادات اللي هي بتبعتها او بتنشر لمحلات شرايين صغيرة بداخل المخ. كتير مرات احنا بنفحص مريض اللي عنده تدهور بالديمنسيا، تدهور في التفكير تبعه ونشوف كان عنده عدة جلطات صغيرة على مدى سنين اللي هو ما حسش ما حسش فيها بالضبط، ونحن نشوف النتيجة تبعتها النهائية. أكيد هون دكتور طبعا إحنا بنحكي على التأثير على المدى البعيد يعني طبعاً. بعد ما يكون الشخص مارق هذا الإشي، ونفس الشيء كمان بحال كان مارق جلطة دماغية يعني ممكن تشوفوا تأثيرها للجلطة
الشلطه بعد سنه او سنتين، يعني مش مفروض الاشي بنفس الوقت يعني يكون مبين عليه انه في هناك تاثير 100% بالضبط. جلطات صغيره كثير مرات البني ادم بحسش فيها او بحس باعراض معينه بفكرها عابره وبتروح. يعني بصير عنده جلطات صغيره بتاثر، لما تتراكم بتاثر المخ بيبدا عمليا يتقلص ووظائفه بتبدا تخف. السؤال هنا دكتور، هل في هناك تعال نقول مخاطر من القسطرة الدماغية ممكن تسبب لإشي تاني لضرر أكثر ما إنها تساعد، ولا هاي القسطرة هي آمنة؟ طلع كل علاج هو عمليا فيه مخاطرة. كتير مرات المريض بيسألني هذا الإشي بدك تعمله فيه خطر؟ فيه خطر، والمثال تبعي بقول إذا الواحد بده يقطع الطريق كمان قطعه للطريق فيه خطر، ممكن تيجي سيارة تضربه. أكيد. ولكن دائما احنا نقيس الريسك بنفيت ريشيو، قديش الضرر وقديش المنفعة. بدون أدنى شك مع الإكسبرتيز اليوم ومع المهارات اللي موجودة عند صاروا يعملوا قسطرة دماغية، بدون أي شك صار في انخفاض كبير كبير بالمشاكل أو بالخطورة وارتفاع كبير كبير بالمنفعة تبعتها. هو الريسك بنفيت ريشيو اليوم بحتم علينا نروح لعلاجات متقدمة من هالنوع. أكيد طبعا دكتور، يعني أنت أخصائي بأمراض القلب والقسطرة، ويعني سابقا أكثر كانوا المختصين في مجالك هن يعملوا قسطرة الدماغ أول ما بديت عنا في البلاد، ولكن إحنا عم نشوف بالسنوات الأخيرة في هناك وحدات خاصة بس لقسطرة الدماغ. شو وضعنا في البلاد؟ إحنا بنعرف كان في هناك نقص من ناحية الأخصائيين بهذا المجال. أنتوا اليوم شو موقعكم بمساعدة بهاي النوع من القسطرة، وهل هاي الوحدات أو هاي الأقسام موجودة بكل المستشفيات عندنا بإسرائيل، ولا في مستشفيات معينة إلا عندهم هاي الأقسام أو الوحدات؟ اليوم بإسرائيل كل مستشفى فيه وحدة قلب عنده وحدة قسطرة، يعني يمكن ما عدا مستشفى مثلا بإيلات أو مستشفى بالناصري قسم منهم الصغار، أما الغالبية الكبرى عندنا إشي. اليوم كل الأقسام تعطي خدمة 24 ساعة للقسطرة السريعة، وهذا قسم من العلاج. هذا الاشي ما كانش موجود بالنسبة للأعصاب وبالنسبة للدماغ. يعني من زمان لما كنا نحكي عن TIA انه هذا لازم بسرعة الواحد يتدخل، كتير مرات كانوا يعطوا أدوية معينة كانوا زي تخدير لفترة معينة، بعدين ما نشوف البني آدم اللي عمل، كانوا صار عندهم خبرة يشوفوا أن هدول المريض هذا عمليا هو مشروع كامل انه راح بدون أدنى شك يعمل جلطة دماغية، فلازم يكون العلاج أكثر مهم. أنا بحكي على عشرات سنين، 20 أو 30 سنة لورا، فصاروا شوي شوي يعملوا الستروك يونتس. ستروك يونتس هي أكثر وحدة مش نيورولوجي عادي، وإلا أكثر بنتخصصة بفحص الدماغ ومن فحص شرايين الدم في الدماغ، كيف ممكن نعمل لنا السي تي والقسطرة وهالمجرة. وشوي شوي تقدموا من القسطرة التشخيصية للقسطرة العلاجية. واليوم في مش بكل مستشفى، ولكن عمليا نقول نقدر نقول بكل منطقة، شمال الوسط المركز الشمال كذا، بكل محل في محل القسطرة، وصار في عنا دكاترة مختصين بالقسطرة الدماغية على مستوى عالي كتير، والنتائج عم نشوفها. يعني أنا بذكر قبل حوالي يمكن حوالي 10 سنين لما شفت قسطرة من هالنوع، كيف إجا المريض بنشوفه باتجاه انه بده يصير عنده شلل، بعد ما فتحوا الشريان بلشت حركته ترجع زي ما لازم، وكأنه ولا إشي كان. يعني المريض هذا احنا بنعرفه كان المفروض يكون مشلول نصفي، هو طلع على اجريه بيمشي 100%. هاي الشغلة اليوم بقدر اي تقريبا كل مستشفى يوديها، بما انه الشباك الهزدنوت الحلون الهزدنوت كبير شوي، فعمليا مش لازم كل مستشفى يكون عنده هذا الاشي. يعني اذا كان مثلا تكون واحد مريض عندنا بروتشيلد، فيش عندنا قسطرة علاجية للمخ، خلال 3-4 ساعات ممكن ياخذ الادوية، يعني عندكم ممكن تعالجوه بالادويه بالضبط بحال بعد 3 ساعات هدول، او اذا اجى متاخر شوي بالامبولانس دغري باخذ المعلومات من المريض وبوجهه دغري للمحل اللي بيقدر يعمل قسطره علاجيه. فعمليا بكفي انه يكون بكل منطقه، تنقول الشمال مركز او مركزين عندنا هذا الشيء. واليوم في هذا الشيء نحن بنعرف مثلا في رمضان في يعني بحيفا في مركز بنهريه في مركز، فعمليا في محلات معينه يعني كل واحد هو بكفي للمنطقه اللي حواليه. يعني هيك بتبعتوا السفيه هناك دكتور، قديش نسبة الحالات اللي عن جد ممكن تتعالج عن طريق الأدوية وما بيكونش بالمرة إلها حاجة لقسطرة؟ يعني طلع يمكن أنا بقدرش أعطيك الأرقام 100%، يمكن دكتور الأعصاب يعطي الأرقام أحسن، ولكن زي ما حكينا القصة هون توعي. كل ما البني آدم وصل بكير
كل ما كانت في إمكانية يأخذ علاج بالأدوية، بس كمان بعد هاي الفترة هو لازم يكون عنده تشخيص، قسطرة تشخيصية اللي مشان نشوف إذا في تسكيرات محلات معينة ممكن نفتحها في البالون وستنت وكل الشغلات هاي. حلو هيك ثبتنا، لأن أنا بعرف يعني بجلطات القلب أو حتى بيعملوا قسطرة اللي هي مش كعلاج، ولكن هو القسطرة عبارة عن بتفوتوا بكاميرا لا على الشريان أو الأوعية الدموية. بالقلب يختلف الإشي، يعني مش نفس الشيء اليوم بالدماغ؟ لا يختلف الإشي عن الدماغ نوعا ما، يعني في تشابه كتير ولكن في اختلافات معينة. بالقلب ممكن الواحد يجي عنده الأنجينا بيكتورس اللي هي الذبحة الصدرية، الوجع الألم اللي عنده. بهاي الحالة احنا ممكن نعمل له فحوصات معينة نشوف انه في إمكانية يكون عنده تسكير أو تضيق بالشرايين، هذا بفوت لقسطرة تشخيصية. وبنفس الوقت من زمان كنا نعمل تشخيص بعدين علاج، بنفس الوقت أنا اليوم إذا بشوف شريان أو اثنين أو ثلاثة فيهم تسديدات معينة أكثر من 70% إحنا بنفحص فحوصات معينة بداخل الشريان ونفتح الشريان على المحل، فعمليا نفس القسطرة تنتقل من تشخيصية لعلاجية. لعلاجية حلو. فبالنسبة للمخ الإشي شوي صغير بيختلف، ممكن تشخيصي وممكن علاجي، ممكن بنفس الوقت ينعمل هذا الإشي. يعني في الإمكانيات. أما اللي أنا حكيت عنه أكثر التشخيص بالوضع الحرج لما يجي البني آدم عم بيعمل الجلطة الدماغية، هون مهم كتير يفوت ويعمل قسطرة علاجية. علاجية ولا تشخيصية؟ بشخص وبعالج بنفس الوقت. بنفس الوقت، لأنه طبعًا. أغلب الأحوال يعني بده يكون عنده مشكلة مش مفوتينه على الفاضي. بالزبط. السؤال هنا دكتور، قديش تقريبا بتوجهه لعندكو تعال نقول سنويا؟ إذا فيش عندك معطيات دقيقة ما فيش مشكلة، بس قديش بتوجهه وعن جد بتشوفه أنه تعالجه عن طريق الأدوية؟ لا فيش عندي تفكير بالضبط يعني النسب هاي والأرقام طبعا لا. دكتور بعد معانا هيك دقيقتين أخرانيات للبرنامج، بدنا نرد طبعا نوعي قد ما بنقدر، نرد نذكر كمان مرة الأعراض اللي ممكن إذا الواحد شعرها يتوجه دغري، وطبعا كلمة أخيرة لإلك حول الموضوع. إذا دقيقتين ويمكن ثلاث دقائق بهمني كتير أشدد بالنسبة للاضطراب دقات القلب. اضطراب دقات القلب هو شيء مهم، اليوم احنا بنفحص لازم نعتذر للمرضى اللي عندنا هذا الاضطراب، لانه اذا صار خربش بالنبض اكثر من 3 4 دقائق ممكن تعمل جلطه في الدماغ. اليوم هذا المرضى بيعملوا جلطات دماغيه 6 مرات اكثر، 600% 500 600% اكثر من الباقي. هدول ممكن ننزل لهذا الخطوره تبعتهم ب 75%. يعني العلاج كثير كثير مهم. شو العلاج تاع الادويه اللي بتمنع تخثر الدم؟ من زمان كانوا يعطوا كومادين ولازم يعمل واحد يعمل فحوصات دم وفي صعوبه بانه نعالجهم. اليوم في ادويه ثانيه اللي بدون فحوصات الدم بتنعطى، يعني اللي بسميها النواك، وهي تاثيرها كثير كثير مهم. هدول المرضى لازم نشخصهم. كل مريض بيعمل جلطه او بفك او ممكن يكون عنده خطر يعمل جلطه لازم نعرف هدول المرضى مشان نقدر نساعدهم. هدول النجاح تبع العلاج كثير مهم. اكيد. السؤال هون ايش الاعراض تاعون الارتجاج بالقلب، يعني شو ممكن الواحد يحس؟ اول شيء ممكن الواحد يكون عامل جلطه وعنده ارتجاجات في هذا، فاحنا لازم نعرف هدول لازم 100% نعطيهم علاج. في بعض الناس عندهم ارتجاجات وخطر يعملوا الجلطه لقدام، هدول الاهم، هدول لازم كمان نعالجهم، لانه يعني كوقايه بالضبط بنمنع. والنجاح بالعلاج زي ما حكيت 75% بنمنع الجلطات هاي. البني ادم ممكن يحس طبعا اضطراب في دقات القلب، او مرات خلال الاضطراب بصير عنده ضيقه نفس او غثيان معينه شيء من النوع، فبنعمل فحوصات اللي هي اليوم تفحص دقات القلب مده يوم او يومين متواصل ونشوف اذا عندنا هذا الاضطرابات. اكيد. كلمه اخيره دكتور، عندها اقل من نص دقيقه. اقل من نص دقيقه. توجهوا بالوقت مهم المناسب. كتير يتوجهوا بالوقت المناسب. الاعراض اللي احنا حكينا عنها يعرفوها ويصلوا باسرع ما يمكن على المستشفى. اكيد. دكتور امين حسن، اخصائي امراض القلب والقسطره في مستشفى بنت سيون، شكرا كتير لمشاركتك معنا بحلقه اليوم على الموضوع اللي كتير مهم، وطبعا على كل المعلومات القيمه اللي اعطيتها للمشاهدين. شكرا كتير لك. مشاهدينا الأعزاء، لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. الرجاء استمروا بالمحافظة على توصيات وزارة الصحة، وضع الكمامة، بعد اجتماعي وتعقيم الإيدين، وطبعا من وجه تحية شكر وتقدير لكل الطواقم الطبية المستمرة في جهودها وعملها للشهر الثامن على التوالي في مواجهة الكورونا. مني أنا سمر عودي كارنتيناجي ومن طاقم برنامج كل صحة أطيب التمنيات، وإلى اللقاء.